24 سنه نخدم وخدام راه مش نتاعي، نخدم مع واحد يعطينا مثال هذه شويه وهذه شويه، هو ياخذ مثال 300 فرنك ونحن 300 فرنك، كل حاجه فيها شويه شويه فهمني، ومثال نصوروا دينار نقسموه مع بعضنا، نشروا سرعه نحو راس مال 500 300 300 هكاك فهمني وكاهو. الصنعه هذه تقول لي مش سهله. لا مش سهله جمله. يلزم يلزم الدوله تلتهب الفلاح. الدوله تلتهب الفلاح. هما كان من السبعينات اللي هو بالفلاحة، تونس راهي من أعز الدول الفلاحة، ركزوا على الفلاحة. توا اشتر المناطق الفلاحية كلها ناقصة ما شيء غريب فهمني، كما القلعة كما بنزرت كما باجة من هنا حتى الجندوبة ناقصين الماء. توا قدامك شنو حكينا شنو؟ هذا تيبل. اي فما اقبال عليه المواطن التونسي؟ احنا اقبال عليه كبير ياسر. العولة نتاعهم هذه عولة نتاع العام. نقصت شوي نقصت شوي نقصت والله. يحبوا الحاضر تو تو النساء تحب الحاضر، يحبوا يشروا ديريكت ماجازان ويدخلوا كذا، ما يحبوش ينظفوا لرواحهم وهي كي تغسل معناها تنظف لرواحها في الدار خير فهمني، تنظفها في الدار وكذا من خير من ماكله حاضر. المراه تحب تقول لي ما عادش كما قبل لك، المراه المجديه كنت تعمل حاجات العربي برش برش ناقصين برش كيما نتاع نساء قبل، لا ناقصين برش فهمني. تو هاك تشوف كيما فما برشا ناس زمنيين ياخذوا تابل ينظفوه في الدار ويرحوا الكركم في الدار كل شيء يحبوه دياري. تجيك حالات تاع عباد ما عندهمش فلوس ما عندهمش امكانيه تعاونهم، ولا يقول لك اخويا يعطي جو برشا جو يقول لك اخويا ما عنديش باش نعاون، ما عنديش انا نقوم معاه بالواجب. اي عادي ونحن ما نخلوهوش، والفلاح زاد اللي ما يخليش زاد حتى كي يمشوا ما يخلوش، ونحن زاد هنا ما نخلوهوش. زدت مره لا باس موجوده توف الرحمه توف الدنيا. احكي لي على الكرفه شو تلقى؟ الكرفه هذه تجي من برا من الهند باكستان. شنو تصلح؟ عندها فوائد برشا هذه الالتهابات، شحم في الدم عندك، هي وسكنجبير وزنجبير وشويشي ورد ضمه كل الفحات باهين باهين فوحوا بهم وفيهم فوائد فيها منفعه للانسان. شنو الحاجات الاخرى زاد اللي مطلوبه من المواطن؟ مطلوبه من المواطن مثلا يطلب عندك التابل، عندك الكرويه، الكركم، فلفل شايح، فهمني، الصوم، هذا مطلوبين. توابل بصفه عامه مطلوبه، بصفه عامه مطلوبه يطلب المواطن. هذه ماكله معناها كل يوم فهمني، ما نجمش نستغنى عليها. مازال يستعمل القرفه في تونس؟ يستعمل القرفه في الحمل، يا ثم اللي يرحاها وحدها وفوح بها وحدها، وثم اللي يداوي بها، وثم اللي يحطها مع التابل اللي يرحاها مع التابل. انت توا تخدم في ظروف معناها سخانه وكذا وكذا، يقول لي فما برشا تضحيات. تضحيه كبيره ياسر، من 3 نتاع الصباح نصلي صبحي وكذا، ومن بعديك نبدا نعبي فصل عنجي لهنا نفرتها، ومن بعد نعبيها ونبدل سوق اخر وهكذا دواليك. شنو نعملوا؟ ما تتعبش ما تلقاش. معرس وعندي 3 صغار. وين نسكن؟ في الضربه هنا. كيري ولا؟ الدار الحمد لله. لا الحمد لله. يعني تخدم بس حال توفر لهم كل شيء. يقروا 3 يقروا في الليسي، عندي بنيه سنه تدخل باك. فهمتني؟ والحمد لله من الاولى. الحمد لله. الحمد لله. يقولوا لي ما عادش فما خدمه وكذا، ولكن هو ما شاء الله معناها واحد نجم يحب يخدم يخدم. اللي يحب يخدم يخدم، اللي يحب يخدم يخدم، يزم يضحي. تو انا مثلا ما قريتش على روحي، ما تخرجتش، ما عنديش شهاده. نخدم كل شيء. فهمني؟ تحب تضحي تخدم، تخدم دهون، تخدم بنيه، تخدم مع فلاح، تخدم مع كل خدم. المعامله لهنا المعامله صفا ما بين المواطنين. عمره ما تقلق مني مواطن. الحمد لله. ما يتقلق مني حتى واحد. قداش عندك تونس؟ احنا كنا في السوق القديم غاديك طريق تونس. فهمني؟ حصيله بديت من 99 تو 2024، هنا حكيت 10 سنين هكاك 8 سنين. اما 99 كنا في السوق الاخر طريق تونس. صارت لك شي هكا طرايف هكا تحكيهم لنا؟ مواطن خدم عندك نوع من التوابل وبرا حاجه هكايا؟ ولا ايش نقول لك؟ لا حاجه هكايا وما تنساش. ما تنساش راجل كبير ضع في رجليه في وسط، دخل راسه في وسط التابل. دخل غاديك انا نلوش في بالي طلع وين هو، وين هو والراس دخل في وسط التابل من ذا. هو الضعفر يعني راجل كبير ما الضعفر، ويحب يثبت شنو كي والتابل موقف.
دخل راسه في وسط الواحد، لا لا راسه في بين المنتيل وهو الراس دخل داخل وسط الباب. برشا برشا طرايف سير والله والله. شو تو انا هاني نخدم مكتوب لك لونيات وعديات فهمني. نحن نقولوا ان شاء الله ربي يعين عايشك يرحم والديك ربي يبارك لك.